من أخبار الرئاسة، حيث عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا ضم كل من دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعدد من المسؤولين. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توجيهات الرئيس بمواصلة الحوار المجتمعي مع أهالي محافظة دمياط من العاملين في صناعة الأثاث، استمرارا للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث لتصبح مدينة صناعية متكاملة في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال، وتوجيهات الرئيس بمساندتها لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي. مشروع مدينة الأثاث، يعني احنا بقالنا شوية بنسمع عنه وهناك اهتمام بهذا المشروع، شايف حضرتك الى اي مدى وصلنا في هذا المشروع؟ طيب، مدينة طبعا احنا عارفين ان دمياط هي قلعة الصناعة في الاخشاب وغير ذلك من الاساس. نعم. يعني وبالتالي بدل ما نشتغل بشكل فردي، الدولة فكرت ان هي تعمل مدينة متكاملة للاساس في دمياط، استغلال سمعة هذا المنتج والصناعات المهرة في هذا المجال لتحقيق عوائد اقتصادية للاقتصاد المصري. ومن ثم هو يعني هذا الاجتماع حوار مجتمعي مع أصحاب الصناعات، يعني بيطلبوا إيه اللي هم طالبينه من الحكومة، وبالتالي وضع أطر تنفيذية لهذه المطالب من خلال تشريعات، من خلال تسهيلات، من خلال أيضا مزيد من فرص العمل في هذا المشروع. مشروع عملاق، مشروع يعني يبشر بعوائد اقتصادية كبيرة، مشروع ايضا يعني نقلة جديدة بالنسبة للصناعات الاساس في مصر، بدل ما تكون صناعات فردية هي هتكون صناعات مدينة صناعية متكاملة، وبالتالي تنفتح على المكان الإقليمي سواء كانت الدول العربية أو غيرها، وتبقى سريعة في عملية التصدير إلى الخارج، ومن ثم يحقق عوائد اقتصادية سواء كان للمنتجين أو سواء كان للإقتصاد المصري. أستاذ محمد، هل المصري خليني أقول هو من المعروف أنه ما بيحبش التغيير قوي، يعني يحب أنه هو يبقى ماشي بنفس النهج اللي عليه أبوه وأمه وأجداده و هل صعب تغيير مفهوم إن بدل ما أشتغل بشكل فردي الورشة بتاعتي تحت البيت إن أنا أبقى في مدينة صناعية؟ طيب إحنا يعني إحنا نجحنا في ده، في لو يعني لو عملنا صوره مشابهه في روبيكي العشوائيات صحيح. يعني احنا خلصنا على العشوائيات ودخلنا في هذا الملف الشائك اللي هو كان مترحل عشرات السنين بقوه، واصبح في عندنا الاسمرات في البشائر في المحروسه. بس ده سكن، انا بتكلم على بالنسبه عمل. للصناعات عندما يكون هناك مكان لائق، وعندما يكون هناك تسهيلات ائتمانية، وعندما يكون هناك دعم للمشروعات الصغيرة، ليه لا؟ ليه أنا دايما أكون منقلق على ذاتي ويكون مع عندي 2 3 4 بيشتغلوا في مصنع؟ ليه ما وسعش في هذا المشروع بما يحقق عوائد اقتصادية ليا أو الاقتصاد المصري؟ وبالتالي التسهيلات هي عشان كده عملنا حوار مجتمعي. المطلوب مننا ايه عشان تقدر انت تنتج؟ المطلوب يكون عندي تسهيلات، المطلوب يكون عندي خفض للضرائب على سبيل المثال، المفروض يكون عندي كذا كذا، فالحكومه بتقدر تحقق له هذا الامر، ومن ثم يعود بالنفع عليه وعلى الاقتصاد القومي. صحيح.